الكوميسير الحاج تابت، مجرم مغربي مسؤول على اغتصاب اكثر من 1600 بنت مغربيه في المدينه ديال الدار البيضاء. 1949 تولد بطل القصه ديالنا، كان تلميذ مجتهد حيث كيف خد البار التحق مباشره بالشرطه المغربيه، وبما انه كان مطور خدم مع المخابرات ديال الدوله. المهمه ديالو في المخابرات ما كانتش معروفه، ولكن تسمع انه كان كيسيفط بنات لبعض الاشخاص المصورين كيديروا معاهم علاقات وكيصوروهم في علاقات حميميه مثلا، وبهذا الشيء الدوله كانت كتحكم في دوك الناس. هذا الشيء شحال دابا، اما الان تبدلات له. كانت هذه هي المهمه ديالو في المخابرات، كيشد عليك شي دليل باش تطبق الاوامر ديال الدوله. 1989 سيفطوه للدار البيضاء باش يولي قائد شرطه تما. ديك الفتره كان مزوج جوج عيالات وعندو خمسه الاولاد، وما كيفوتش الصلاه ديالو والصالير طالع. ديك الساعه ولا كيتسمى بالحاج تاب. السيد من مدينه صغيره حولوه لاكبر مدينه في المغرب، كلشي تبدل عليه. هنايا السيد غادي يخرج للدعار كل ليله مع وحده في شكل، ولكن الهوس ديالو وصل لواحد المستوى بزاف، لغايه ولا كيكون غادي في الطريق كيشوف شي وحده كتعجبو كيخطفها. ايه كيخطفها وكيتها كيغتصبها كيف ما كانت، سواء كبيره او قصيره، حتى بنت اللي سي ما كيرحمهمش اللي جاب بسم الله. السيد مرض، ما بقاش الحاج تاب ولا الوحش تاب. غادي تسالوا علاش ما رفعوش عليه دوك الناس قضايا، غادي نقول لكم لا، بسبب انكم عارفين عقليه العائله المغربيه المحافظه انذاك والخوف من الشهره. سنه 1990 الحاج تاب تهز معاه جوج بنات، داهم البلاصه اللي تيدي ليها كاع البنات. من بعد السالة والبنات دخلوا للحمام. ديك اللحظة وحدة سميتها حليمة رجعت لقات تاب كيجمع في واحد الصاري بحال دوك السيد ديال الدار. قالت ليه واش صورتي داكشي؟ وبدات كتغوت ببرودة ديال الدم. دار عندها وقال ليها واش تاخدي السيد وتمشي تفرجي فيه داركم؟ حليمة كانت شجاعة، هي خرجت من عنده ومشات نيشان عند البوليس باش ترفع عليه دعوة. مع مشا استقبلها واحد الكوميسير سميتو بالمغنية، مع استقبلها باش ترفع الدعوة بدات كتكذب عليه. قالت ليه جا واحد خونا كنا جالسين انا والصديقه ديالي هو اختطفنا وثلاث تاع علينا. السيد كان مخضرم، لاحظ انه كتدخل وكتخرج في الهضره. قال لي اختي غير قولي لي الحقيقه. هنايا عاودت ليه البلان كامل. قالت ليه مشينا بخاطرنا ولكن لقينا السيد كيصورنا. قال لي اعطيني معلومات عليه. قالت ليه سميتو حميد. هنايا تاب اصلا ما كيعطيهمش السميه الحقيقيه ديالو. وقالت ليه انه قال ليها ترجع عنده غدا باش تاخد السيد. قال ليها صافي غادي ترجع عنده وغادي نصيفطو معاك ثلاثة المفتشين وغادي نعرفو الدار ونعرفو الحقيقة كاملة. من بعد ما صيفط معاه المفتشين 10 ديال الدقائق كيرجعو عند المغنية وكيقولو ليه بأن ديك الدار تابعة للحاج تابت. هنايا القضية بدات كتسخن. الحاج تابت هنايا القضية بدات كتسخن. الكوميسير بالمغنية عيط لحليمة وعطاها 10 ديال الصور، من بينهم كاينة صورة الحاج تابت. قال ليها اختاري الشخص اللي اغتصب فيهم وصور عليك الفيديو. حليمة بسهولة اختارت الحاج تابت. بالمغنية فاش تأكد صيفط الدوسي ديال الشكاية للرئيس الأمن. منين شاف رئيس الأمن ديك الشكاية قال لهم ناري غادي يخرجوا لينا على هيبة الشرطة المغربية. شد الميل فوق الباب وعطى بالمغنية عقوبة صغيرة ورجعهم الكوميسير لرئيس فرقة، وعيط على حليمة وقال لها ديري تنازل على القضية وراه ما غادي يكون غير الخير. ولكن حليمة كانت الرجولة ديال الصف، ما بغاتش تنازل وعاودت رفعت دعوى أخرى. ديك الساعة بسهولة تنصوا الملف مرة أخرى باش القضية ما تعاودش. 1992 الحاج تاب طاغي ديال بصح، كيدير اللي بغا في الدار البيضاء، أي مرض عند ليه كيديها صحة. الأواخر ديال 1992 واحد المغربي ساكن في إيطاليا كان جالس مع أصدقائه كيتفرجوا في أفلام بورنوغرافية، مع كيبدلوا الشريط كيلقى ختو هي البطلة ديال داك الشريط. الصيد تصدم ديال بصح، الغد ليه قطع طيارة باش يجي للمغرب. فاش جا للمغرب مشى نيشان للدار ولكن ما لقاش ختو، بقى كيسول الأم ديالو فين هي ختي. الام ديالو مدمره مسكينه، قالت ليه اختك مختطفه واحد الكوميسير كبير كيقولوا ليه الحاج تاب، وحنا ما في دينا والو ولدي، خلينا على الله. السيد ما عرف ما يدير، ولقى حل واحد اللي مسلفو، خدا داك الشريط ديال ختو ومشى للسفاره الايطاليه في المغرب، مشى عند واحد السياسي تماك باش يرفع دعوى، سميتو عبد الوسيف الفيلاني، استقبلو مزيان، ومن بعد فاش شرح ليه، قال ليه ان شاء الله غنفتح القضيه ديالك تكون هاني، ولكن القضيه تنصاف مره اخرى. سنة 1993 غادي تكبر القضية ديال الصح، غادي تنتشر في الصحافة وغادي دير واحد البوز اللي كبير بزاف في المغرب كامل. عبد اللطيف الفيلالي في ذاك الوقت دفع القضية للمالي، من بعد تحرك الدرك الملكي ودخلوا للدار فين كان كيمارس الحاج تاب. المفاجأة هنا غادي يلقاو مئات الشرائط المصورة وبزاف الكاميرات والميكروات مخبية.
وغادي يلقاو واحد المذكره مكتوب فيها السميه ديال العيالات مع الرقم البطاقه الوطنيه والعنوان ديالهم ورقم الهاتف باش يبقى يدوم ديما باش يجيو عنده. القصه ديالتها توصلت من طنجة للقويره، كلشي كيهضر عليها، اكبر مساله فساد امني في المغرب. في المحضر ديالو وصلوا عدد الشكايات لاكثر من 500 مره، 20 منهم قصيره. في المحاكمة ديالو اعترف انه هو اللي كان كيصور دوك الفيديوهات وان ديك المذكره هو اللي كتبها بيده. البوليس سالت عليهم القضيه فاش لقاو المذكره باش يتفاصلوا بالضحايا. المهم وصل العدد الاجمالي لاكثر من 1600 مره. 15 مارس 1900 غادي يلقاو مئات الشرائط المصوره وبزاف الكاميرات والميكروفونات المخفيه، وغادي يلقاو واحد المذكره مكتوب فيها السميه ديال العيالات مع الرقم البطاقه الوطنيه والعنوان ديالهم ورقم الهاتف باش يبقى يدوم ديما باش يجيو عنده. القصه ديالتها توصلت من طنجة للقويره، كلشي كيهضر عليها، اكبر مساله فساد امني في المغرب. في المحضر ديالو وصلوا عدد الشكايات لاكثر من 500 مره، 20 منهم قصيره. في المحاكمة ديالو اعترف انه هو اللي كان كيصور دوك الفيديوهات وان ديك المذكره هو اللي كتبها بيده. البوليس سالت عليهم القضيه فاش لقاو المذكره باش يتفاصلوا بالضحايا. المهم وصل العدد الاجمالي لاكثر من 1600 مره. 15 مارس 1993 خرج الحكم ديال الاعدام في حق العميد الممتاز ثابت محمد مصطفى. السر اللي بقى مبهم في القضيه هو الشريط رقم 32. في اي جلسه ديال المحاكمه كيقول لهم جيبوا لي الشريط رقم 32 من الاشرطه ديالي اللي مسجلهم وعرضوه لينا في المحكمه نشوفوا، ولكن عمرهم حققوا ليه الطلب ديالو وديما كيترفض. كاين فرضيات كتقول ان بهاد الشريط دار معاه شي سلسله كبيره في المغرب. المهم تحكم بالاعدام وكان اخر شخص تحكم فيه الاعدام في المغرب. سبتمبر 1993 كيقوا مع الفجر وقالوا ليه غادي نقلوك من هذا السجن لسجن اخر، ولكن السيد كان ذكي قال لهم فيه قني باش تعدموني في هذا الليل، تاو القنيطره وسيروا فيه بالرصاص، وقالوا للعائله ديالو ما يديروش الاسم ديالو في القبر، يديروا ليا شي رقم باش تحت ما يتعرف عليه.